السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد حسين من قناة الشاكي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. النهاردة انا هكلمكم عن لغة من اهم اللغات في مجال الداتا اناليسز، واي محلل بيانات دلوقتي بقت لازم تكون معاه، يعني ده لابد ولازم وحتما تكون معاه. ليه بقى؟ لان اغلبية الشركات دلوقتي بقت شغالة بداتا بيس كبيرة، فلازم الـ SQL يبقى تتعامل بيه. يعني ايه داتابيز؟ داتابيز دي اللي هي بتكون فيها بيانات العملاء، بيانات المنتجات، بيانات الاسعار، بيانات البيع، وبتكون طبعا موجوده في هيئه جداول، والجداول عباره عن اعمده وصفوف، وبتكون متربطه ببعض. ودي حاجه اسمها RDBMS اللي هي اسمها Relation Database Management System، اسمها RDBMS. دي اللي هي الداتا المنظمة اللي فيها علاقات ببعض، هي دي اللي هي الداتابيز. واحنا طبعا السيكوال هي دي اللي بتتعامل مع الداتابيز، دي اللغة اللانجوج اللي بتتعامل مع الداتابيز. فدلوقتي علشان تقدر تستخدم او تستخرج بيانات من الداتابيز دي، او تمانج الداتابيز دي، او تعدل في الداتابيز دي، لازم تتكلم بلغتها اللي هي لغة SQL اللي هي Structured Query Language. ان شاء الله النهارده هكلمك عن ازاي تستخرج بيانات، ازاي تتعامل مع داتابيس حقيقيه، وان شاء الله ان شاء الله لو انت ما عندكش اي فكره عن الكودينج ان شاء الله مفيش مشكله، هتعرف تتعلم النهارده وتكتب سيكوال حقيقي، سيكوال بيجنر وانترميديت اللي هو مبتدئ ومتوسط، وان شاء الله تقدر تستخرج بيانات كتير جدا. فخليكم معايا في الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا كتير. اول حاجه احنا هندخل على اللينك اللي انا سيبه لك في الفيديو ده اللي هو mysql.com داونلود. فهنيجي هنختار على مايكروسوفت ويندوز، وهنختار اللي هو الحجم الكبير ده اللي هو ده اكبر حاجه خالص، وهندوس كلمه داونلود. انت مش محتاج تعمل لوجن او ساين اب، فهندوس جاست على طول ونضيفها. فانا كده كنت محملها قبل كده. احنا شغلنا هو البرنامج اهو، ضغطنا عليه، بعد كده هنعمل فول، نختار كلمه فول، ننزل كل الفيتشرز بتاعتها. وبعد كده دي هتاخد فتره شويه عشان دي بتعمل داونلود، بس هندوس اكسكيوت دي علشان هتلاقي هنا في بروجرس بيحصل بالظبط. ودلوقتي عملوا كله داونلود، وبعد كده نعمل نيكست، نعمل اكسكيوت على طول، هيبتدي يعمل انستول للداونلود اللي هو نزله. فبرده الخطوه دي هتاخد شويه وقت برده بسيط. فينيش، نيكست، نيكست، فينيش، نيكست. نحط الباسورد اللي احنا كنا كاتبينه، check connection succeed, next execute. finish, next, next, finish. نقفل دي، وبعد كده حاجه اسمها local instance ندوس عليها، نكتب الباسورد اللي احنا كنا كاتبينه. اوكي، الشغل بتاعنا خالص. دي هتكون السكيماز، وده اللي احنا هنشتغل عليه، فخليكم معايا ان شاء الله. بصوا يا شباب، هنا ده ماي سيكوال ورك بنش، ده اللي هيبقى الواجهه الاساسيه بتاعتنا. احنا كل اللي عليه فيه هنا ادمنستريتور ادمنستريشن، وهنا سكيماز، احنا هنشتغل على السكيماز. طب انا دلوقتي معايا اكسل شيت عايز اشتغل عليه، كرييت سكيماز اهي، كرييت سكيما، ونعملها سكيما اسمها مثلا ريتش، او ريتش ليست مثلا، ريتش ليست. وهنا كده هنيجي عند كلمه ابلاي، بعد كده ابلاي، فينيش، وهنيجي نعمل هنا ريفرش، هنلاقي في حاجه اسمها ريتش ليست ظهرت هي دلوقتي قدامنا. فهنيجي ندوس هنا كده، وعند تيبل هنروح عاملين كليك يمين ونعمل تيبل داتا امبورت ويزرد، وانا عندي الريتش ليست اللي هو بليونيرز اهي، نعملها هنا كده، وبعد كده ندوس نيكست، ونخلي مثلا شكلها كده بليونير، بس كده نخليها بليونيرز. نيكست، 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 هعمل امبورت داتا فهياخد وقت شويه، نيكست، فينش. نعمل ريفرش، فكده جاب لي
احنا اول حاجه ندوس على جاب لي بليونيرز اهي، وبعد كده ندوس على ريتش ليست دي دبل كليك اهي عشان تبقى بولد. بولد يعني احنا كده بنستخدم السكيماز دي او السكيما دي بتاعت الريتش ليست. فهنيجي هنا ونمسح بقى دي او نلغي دي كده، ونيجي نبتدي بقى من اول هنا خالص.